بتفشل ليه النتيجه دي؟ لان في اول الجواز
اللي كانت البنت بتحلم بيها انها تلاقيها ما لقيتهاش، بل لقيت بدل ما واحد يخدمها ويريحها واحد عاوز ايه؟ هي اللي تخدمه. والعكس صحيح، هو عاوز واحد تطوعه او تقول له حاضر على طول الخط تريحه، يلاقي واحده بتناقشه وبتنخه وبتنكد عليه. فكل واحد ابتدى يتضايق من الجواز وابتدى يحس انه مش مبسوط ومش مرتاح. يا ترى انت رايك ايه في مراتك؟ هيطلعي كل عيوب الدنيا. وانت ايه رايك في جوزك؟ هيطلع فيها او هيطلع فيه كل عيوب الايه؟ الدنيا. هو المشكله فين؟ المشكله انا ما فهمتش يعني ايه الجواز. الجواز معناه لما انا اجي اتجوز ان انا اخدت عهد بيني وبين نفسي امام الله ان زوجتي دي تبقى نمره واحد وانا نمره اثنين. شوفوا وصيته ليه؟ مسؤولا عنها بعد والديها. شوف بابا وماما كانوا مسؤولين عنك قد ايه؟ المفروض انت تنقل حجم الاهتمام ده بمين؟ بمراتك. وهي تكون نمره واحد وانت نمره ايه؟ عشان كده الكنيسه بتوصيك في القصه الى ما يسرك الطبعه في حدود الميزانيه، وطبعا في حدود الاولويات، وطبعا في حدود ربنا. لكن الحقيقه لازم يكون قلب الراجل قبل ما يتجوز انه ناضج، انه عاوز ياخد واحده عشان ايه؟ يسعدها. اثنين، البنت لما تيجي تتجوز عاوزه تتجوز ليه؟ عشان واحد قال لها كل خمس دقايق بيمدحني سكول، I miss you honey, I miss you please, I miss you cooking, I miss you Japanese, let's go out. حاجه مش كده خالص. حاجه مش كده. حاجه مسؤوليات كتير قوي. فهي لما هي بتيجي تتجوز هي لازم تكون واخده قرار بينها وبين نفسها ان من النهارده هو هيبقى نمره واحد وانا نمره ايه؟ نمره اثنين. اهم حاجه عندي راحته، وهو اهم حاجه عندي ايه؟ راحتها. يبقى لما الانسان يطبق الوصيه وما يدورش على حقه هياخد اكتر من حقه. تاني، لما الانسان يطبق الوصيه وما يدورش على حقه هياخد ايه؟ اكتر من حقه. لكن لو ابتدى يدور على حقه ايه اللي هيحصل؟ هتحصل خناقه. لان كل واحد شايف نفسه هو مركز الكون والناس اللي حواليه هي المفروض ايه؟ تخدمه او تساعده. زي بالظبط الكهنوت والكنيسه كده. لو الكاهن دور على راحته مش هيسال في شعبه، عاوزكم تجيبوا لي هدايا لو سمحتوا، عاوزكم تفسحوني لو سمحتوا، عاوزكم تحترموني جدا ان انا اكون واخد بالكم، واخد بالكم ولا لا؟ لان دورت على ذاتي فدورت على مكاني. لكن لو انا فعلا قلت من اول يوم الكهنوت انا خدام عند الناس دي، لكن الكهنوت الكرامه دي مش بتاعتي، ده اللبس بس هو اللي عمل الكرامه دي، لكن انا من جواي لازم اكون خدام للناس دي. لو انا دخلت بالشكل ده والكاهن خلى نفسه مكان الشعب والشعب يحبه لان يحسوا الاب بمجهود نفسه عشان ولاده، لكن لو دور على ذاته الكنيسه تبوظ. يبقى هي دي القاعده، ان مفيش حاجه عندنا بتبوظ علاقاتنا الزوجيه قد الذات، ومفيش حاجه ممكن هتبني بيوتنا صح قد الايه؟ قد الاب. كنت لسه في سويسرا بحكي لهم حكايه كده، بقول لهم ايه؟ البنت بعد ما تتجوز بتتصدم مسؤوليات البيت والمش عارف مين والايه والايه والايه، كل ده كان متشاف فجأة لقيت كل ده فوق راسها. وبعدين شويتين بقى في بيت ما بينامهاش طول الليل وتعبانة ومجهدة ولسه طلبات البيت من أكل وشرب ونظافة وترميم زي ما هي، يعني كل مرة الموضوع إيه؟ بيزيد ويبقى أصعب. فتيجي تقول لي يا بونا أنا متضايقة، يا بونا أنا مش طايقة نفسي، يا بونا أنا حاسة إن أنا خدام. أول ما تقول لي إن أنا حاسة إن أنا خدامة أقول لها مبروك يا حبيبتي أنت كده اتجوزتي. لأن هو الفكرة كلها إن لما الواحد بيتجوز بينسى نفسه وبيبقى هو زي ما المسيح عمل مكنسته فجاهة وما دورش على حقوقه وما قالش أين يسند له رأسه. فما ينفعش الراجل يشتكي ولا ينفع الست تشتكي، لكن ينفع إحنا الاتنين نوطي قوي علشان المسيح يظهر في البيت قوي. أكتر حاجة بخلي المسيح لا يتصور في الكنيسة ولا في حياتي ولا في بيتي هو كبريائي أنا. طول ما أنا كبير هو يختفي، وأنا أصغر هو يبان، طول ما أنا أصغر هو يبان. وعشان كده دايماً أقول الانتظار هو أصعب فضيلة لازم الدنيا تجاهد فيها من الوقت لغاية الوقت.
كل شويه في امتحانات. مثلا احنا طلبنا في الكنيسه هنا من خمس ستات بيوت، من خمس ستات بيوت يعملوا لنا كل واحد اكل. واحد عمل محشي، واحد عمل مكرونه، واحد عمل كيكه، واحد عمل ملوخيه، وتبقى عامل والخمس عمل بتنجان، اي حاجه. كل واحد عمل حاجه. فوانت واقفه وانت عامله صف من الخمسه دول، انت عملتي الملوخيه مثلا. واقفه كده كل باقي الكهنه شكروا مدام واحد، مدام اثنين، مدام ثلاثه، مدام اربعه، ومحدش شكر فيه. جه ابونا الثاني قال ده هو ابونا الاولاني كده مش واخد باله. جه ابونا الثاني شكر واحده واثنين وثلاثه واربعه وجه عندك قال لي صباح الخير. طب الملوخيه؟ طب حاجه يعني. طب دقها حتى من باب المجامله ويعني بلاش. واللي بعده عمل كده. طب دي مبسوطه مش كده؟ ده اللي تخرج لي محروم ولو طلبوا مني حاجه مش هيشوفوا الهوا في كيس نايلون. يعني الهوا في كيس نايلون مش هيجيبوا له. ليه؟ لان كفايه ده بقى الحاجات الصغيره دي تمشي قد ايه انا وانتم عندنا كبرياء وانتم انا عاوز المديح وعاوز الشكر. تباهي اللي يقدر، تباهي اللي يقدر يهرب من كل ده. تباهي اللي بدل ما بيحتاج كلمه شكر وكلمه تشجيع تهرب من كلمه الشكر وكلمه التشجيع. مش بقول لكم ان الانتظار ده اصعب حاجه؟ امتحانات كثيره قوي لو احنا مرينا بيها هنلاقي نفسنا كلنا في الانتظار نجيب يا صفر يا صفرين من عشره. لكن واحد على عشره دي مش عارف اجيبها امتى لسه بقى. لان الحقيقه كلنا بنتاثر وكلنا بنتاثر. واحده فيكم زعلت عشان اتقالت عليها كلمه وحشه. هي متواضعه تقول الحقيقه. لو هم عرفوني على حقيقتي هيقولوا اكتر من اللي قالوه 10 مرات. الحمد لله اني ما بشوفش غير واحد بس شخصيا. مين فينا بقى يعمل كده؟ صح. وعلشان كده عمار البيت يبتدي بان الواحد يعرف يقول هم كلهم نمره واحد وانا نمره اثنين. انا بصراحه ماليش نمره في البيت ده. انا شغلتي اكون اقل الكل. ولكن احنا بقى في المجتمع الشرقي انا الراجل وفي الكنيسه انا المعلم وفي الكنيسه انا القمص وفي الكنيسه لا. لو احنا ابتديناها كده في الكنيسه كلها هتبوظ. هتبوظ. مين ده؟ كان في تقليد حلو قوي عمله ابونا تدرس يعقوب مع ابونا بشير كامل. تقليد حلو واعتقد ان في كتير من الكنائس خدته بعد كده. التقليد ده كان ايه؟ التقليد ده ان دايما احدث كاهن يترسم هو اللي يرفع الذبيحه في ليله العيد وهو اللي يقول الكلمه. يعني يقول الكلمه وابونا تدرس يعقوب موجود يعني. يقول الكلمه وابونا مش عارف مين موجود. يقول الكلمه. بعد كده يعمل ايه؟ لكن على الاقل اول عيد يترسم فيه اصغر كاهن اصغر كاهن. يعني ابونا تدرس يعقوب بقى له 40 سنه كاهن. كان لسه يكون رسوم النهارده يعني اول ما كان في شرطه في الملعب بيلعب مع الولاد باسكت والنهارده عملناه قسيس هو اللي قدم الذبيحه. هو ده اللي قدم الذبيحه لان ده بس احنا محتاجينه والشعب محتاجه قبلينا. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ حلو قوي ان احنا نتعلم ان احنا ننكر زواجنا. فالتدريب الاولاني في الانتظار مفيش حتيش المديح لو سمحت. ولو انت محتاجه قوي ربنا هيعرف يطبطب عليك ازاي ويديك اكتر من اللي انت عايزاه. لكن انتوا ما تتدربوش لو المديح ما جاش. ده تدريب. ده في تدريب اعلى ازاي واحد يقبل الاهانه. احكي لكم حكايه من بستان الرهبان على الانتظار الحقيقي. بس انا علشان اكون امين ولسه متناول يعني زيكم انا ما بقولش ان انا عشان بعلم القصه دي ان انا في القامه دي انا ما اعرفش اعملها لسه بس نتعلمها سوا مع بعض. في زير. انا اتخيل الازازه دي زير. الازازه دي زير. فبعدين في ايه واحد تاني حصل؟ في راجل مستعجل شويه وهو ماشي. طبعا الازوره زمان كانت في حاله من الفقر يعني الزير ده يعتبر من الاسيتس يعتبر من راس مال الدير من اساس الدير يعني. ففي راجل مستعجل مشي ضرب الزير وقع دشدش من حته. الراجل ما اهتمش كان وراه 100 حاجه مهمه فدخل بعد كده وسرح في البيت شويه ورجع لقيته ونام. وفي راجل تاني معروف عنه انه يعني مش مركز قوي
فرئيس الدير ظن بالذوب، ظن بالذوب ان اللي كسر الدير هو مين؟ طب وسط مجمع الرباط بعد ما صلوا صلاه الغروب رئيس الدير متضايق قوي ان تقريبا جزء من راس مال الدير اتدشدش النهارده يعني. هنجيب زيت تاني منين؟ فراح مسك مين؟ مسك ابونا اللي هو ايه؟ اللي بيقولوا عليه مش مركز. وهو قديس يعني. بيقولوا عليه مش مركز. ومسكه في وسط الرباط. قال له ابونا مش تفتح. هو مش عارف بيقول عليه راح قال له اخرج يا ابونا وعمل له مقابل. قال له ماشي مداول. قال له اخرج يا ابونا وعمل له مقابل. قال له تكسر الزير. قال له اخرج يا ابونا وعمل له مقابل. قال له انت عارف الزير ده بكام؟ قال له اخرج يا ابونا وعمل له مقابل. قال له ده الزير ده يكلفك على الاقل 10 ايام شغل ليل ونهار وقفك عشان يجيب تمن. اخرج يا ابونا وعمل له مقابل. في رابط واقف في وسط المجموعه شاف الرابط وعارف ان ما عملش حاجه كان هيموت له. عارف يعني هيموت له؟ يعني متخلص؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وليه ابونا رئيس الدير بيعمل فيه كده؟ وعشان ايه؟ عشان سير؟ يبقى انت راجل كان فيه شيخ كده؟ ودوت لك عقليات عملوا 10 12 عقليات في الاخر خالص قال له امشي امشي بشخص كده وكده راح عمل له وطني وقال له اخطيت يا ابونا وعمل له وطني ومشي. مين جه وراه بقى؟ الراتب اللي شاف الراتب الاولاني وهو بيكسب سيره انا مش مصدق اللي بيحصل ده فرح له. قال له ابونا. قال له نعم. قال له مش انت؟ انت ما كسرتش السير فانت ابتسم. قال له انا شفت ابونا فلان هو اللي كسر كده. قال له اسكت يا اخي اسكت. مش مهم مين اللي كسر. قال له طيب ازاي تقبل اهانه وازاي تقبل ان يتعمل فيك كده وانت مش اللي كسرته؟ قال له يا حبيبي عاوز اقول لك حاجه. مش اخويا ده اللي كسره؟ قال له اه. قال له كان موجود كان رئيس الدير قال له كلمتين؟ قال له اه كان قال له كلمتين. قال له لا انا سمعتهم. قال له اه. قال له طب جرى ايه في الدنيا لما انا اشيل على اخويا كلمتين كان هو المفروض يسمعهم؟ قال له ايه؟ قال له اللي جرى ايه في الدنيا لما انا اسمع كلمتين؟ انا كنت ممكن اقول انا ما عملتش وكنت ممكن اقول مش انا. لكن انا قلت لنفسي يجرى ايه لما اشيل كلمتين على اخويا بدل ما هو يسمعهم؟ طبعا خلي بالكم دي اساطير. يا استاذ احنا الايام زي الصوره فعلا الحقيقه غير قابله للعمل. ممكن انت جوز يتهمك في حاجه وانت ما تكونيش عملتيها وتقول له اه اخطيت تمام؟ تقول له يتفتح الاب اسال الاب ولا انت كده دايما تصدق صوت ليا فيا وانت طول عمرك كده كان شقيق اعمل فيك ايه؟ واتحسبت عليا يا جوز. تاخدي بالكم ازاي ده عاد انت لو ما قلتهوش بلسانك هيبقى هو قلبك ان هو ازاي يقول عليك كده وانت برضه صور واحد تهمك في حاجه وانت ما عملتهاش. اول حاجه تقول لي شرب. انا شخصيا كنت اقول شرب ببساطه يعني. اقول هللني يا سيدنا او هللني اقول مش عارف كسر الزين. ومن ساعه ما سمعت القصه دي انا متلخبط لان فعلا القصه دي صعبه. شوفوا احنا ابائنا وصلوا لاي مستوى في الاطباع واحنا لسه بنتخانق هنا. ده انا احكي لكم على حكايه عكسيه. حكايه عكسيه. كان في مره من المرات كده من 20 25 سنه في الكنيسه بتاعتنا عملوا مجلس اللي هو مجلس انتخاب المجلس الملكي. فاحنا كنا احد المقار في القاهره اربع مقار في القاهره بحالها كنيستنا واحده فيهم. وبيبقى في لواء شرطه ووزاره الداخليه وكشوفات زي الانتخابات بالظبط لان الانتخابات بتكشف عليها الحكومه. وبعدين احنا كان عندنا حاجه اسمها قصر المحبه اللي هي شباب جامعه في القاعه دي. هو القاعه دي فضوها فانا مش واخد بالي فضايقت فقالوا لي ممنوع تخش. قلت لهم ونقلت الشباب في الكنيسه وقلت كلمه في الكنيسه وبعدها بنص ساعه كده رجعت فين؟ رجعت على القاعه اشوف ايه اللي بيحصل فيها. صدقوني 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 لقيت كراسي بتطير من الهواء. كراسي عامل جزء 24 ده الحفل اللي هو الكرسي الخشب بتاع مصر ده بيطير في الهواء وديش من الازاز وسويت ولاصق على الورد. انا بقى مش فاهم ايه اللي بيحصل. يقول لك اصل هي دي الانتخابات. كان هي دي الانتخابات كل واحد عاوز ياخد كرسي في المجلس المالي. فلما المرشح قال المرشح
هتبعتهولك خلوا ما هتبعتهولك الكنيسه بقى فيها ضغط من الدم. ما نفرقش ابدا على سنه الدين ولا على الاخوان. ليه؟ لان ما دام الكرسي ده حي ابتدى يبقى في خناق جوه الكنيسه وكان بيبتدي يشتهي المناصب زمان كانوا بيجروا منها. وعشان كده في تقليد عندنا في رساله الاساقفه في العشيه يجيبوا رقم الاسبوع في اثنين ماسكينه اثنين جنبه ماسكينه كده عارفين ده مين؟ ان زمان كان الراهب بيهرب فكانوا يربطوه طول الليل باتنين رهبان لان يعني ايه؟ مربوط باتنين رهبان عشان هتترسم هتترسم لكن هو مش عاوز ايه؟ مش عاوز يترسم لانه عارف انه ما يستحقش انه يترسم. انا اسف انا ما كنتش محضر بس انا قلت كده ان احنا نتكلم في الانقطاع شويه ونحاول نطبقه في بيوتنا. انت انكري نفسك من اجل بيتك وانت اتعلم انك تكون الدخيل من اجل بيتك البيوت دي هتبقى احلى بيوت في الدنيا. ربنا يديني ويديكم لالهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد امين. ما هو الفرق بين الانقطاع والضعف؟ بصوا يا جماعه مفهوم القوه في العالم غير مفهوم القوة في المسيحية. مفهوم القوة في العالم ايه؟ مبدأ كده يقول لك ايه؟ تيت فور تات. يو هيت ماي دوج اي كيل يور كات. يعني ايه؟ يعني خط بخط. تخبط قطتي اقتل كلبك. يعني اللي هو والبدي اصلا يعني. ده منطق العالم. تأذيني اكلك. مش كده؟ لكن في منطقنا احنا شفنا كمال القوة والحب في الصليب. ولما المسيح طلع على عود الصليب ما كانش ضعيف أبدا. لأن كان عنده قوة المغفرة وكان عنده قوة الاحتمال وكان عنده قوة مش عارف أقول كل حاجة كل حاجة. فأنا عايز أقول إن الضعف الحقيقي أنت ببقى ضعيف لما أنت تقول كلمة بتجرحني وأنا برد عليك. القوة الحقيقية إن أنا أكون قوي على نفسي واعرف اطلب نفسي في كل شيء. اعرف اطلب نفسي في ايه؟ في كل شيء. وكمان ممكن على فكره بعض الاحيان لو لقيت واحد ظلمني قوي انا اقدر ارد واقول له انت بتعمل كده ليه؟ ولما انا بقول له كده مش عشان بدور على حقي عشان انا خايف على خلاصي. فانا قوي يعني تصور انت حضرتك مثلا في الكنيسه كده شايف نفسك بقى لك 50 سنه بقى في النمسا وبقيت مصري مليونير مثلا وشبعتك انت وانا كائن جديد. لا مش هكون ضعيف معاك. اقول لك يا استاذ كولان خلي بالك السكه اللي انت ماشي فيها ممكن تكون من بره شكلها حلو بس انا خايف عليك انت من اجل خالص نفسك. سامحني انا بحبك وعاوزك تخش السكه وعشان كده خايف عليك اللي انت ماشي فيه ده يضيعك. يبقى ده ضعف ولا قوه؟ منتهى القوه بس قوه ايه؟ هاديه ووديعه ان انا بحرم الحق من غير عصبية ومن غير مبادئ ومن غير ما يكون عندي سياسة وأقول له قدامك كلام وبعدين وراك أقول حاجة تانية عايش دور أنا في غلاوي وعايش أنا في دور الناس. خليك ستريت فورورد أمين أوي وقول الكلام بالراحة. ده نوع من أنواع القوة. لكن في الأول إنك تكون قوي إنك تسيطر على نفسك وعلى انفعالاتك. ده الأهم. هل الانتظار الجميل اللي حكيت عنه في مثل الراهب المضاد ممكن يؤدي في حياتنا للسلبية الشديدة؟ يعني لو احنا ناقشنا الأمر بتهذيب واحترام. طب ده أنا جاوبت في السؤال اللي فات على طول قبل، احنا مش ضد إنك أنت تناقش وتعبر عن نفسك بس باحترام ومن غير انفعال. محتاجين يكون كلمة منفعة تفيدنا وتفيد أولادنا في حياتهم ومواجهة المجتمع حالا. ليس لنا آخر سوى. يعني إيه؟ مفيش أي حماية نقدر نوفرها غير حاجتين. ان احنا نعلم ولادنا حب المسيح واحد، اثنين نوفر مجتمع كنسي صحي. نوفر مجتمع كنسي صحي. يعني الكنيسه تبقى بيتنا، تبقى امتدادنا. نعمل نادي للشباب جوه الكنيسه تحت اشراف قوي جدا، مش معنى نادي للشباب يعني الشباب يعمل اللي هم عاوزينه. لا. نادي للشباب يعني في انشطه تثقيفيه، في ابحاث، في مسابقات، في رحلات، في نعمل برزنتيشنز،
نبتدي ناخد المجتمع قبطي للشباب حلم تحت اشراف روحي. يبقى نمرة واحد البيت يثبت في المسيح، نمرة اتنين الكنيسة تستوعب طاقات الشباب. اعتقد ده افضل حاجة، وخاصة انا شفت مجتمعات اكثر انحلالا وشفت فيها اقباط في منتهى العمق الروحي. فاحنا ممكن نحافظ على اولادنا، ما تجيبوهاش في المجتمع في كل حاجة. مرأة قدست فإني دائما اهتمامي الأول بزوجي، ولكن من كثرة ما لقيته مش بيحس باهتمامي ده وراحته بقيت لازم أصرف علشان يحس. أنا كمان محتاجة الراحة مثله. مش ضدك، بس ما تعمليش من دماغك. خلي يكون معاك أحد الآباء كان مرشد روحي، قوليله عبر عن الجوايا دي. أنا عاوزك تتضحي وتحتمي، بس مش عاوزك تحوشي وتنفري. أنا عاوزك تتضحي وتحتمي، بس مش عاوزك تحوشي وإيه؟ وتنفجري، لأن في الحياة الروحية مبدأ عام، في حاجة اسمها الطاقة وفي حاجة اسمها القامة. حاجة اسمها إيه؟ الطاقة والقامة. لو الإنسان شال فوق طاقته أو قامته بينكسر وينهار. أنا مش عاوز أفضل أبقى الست تعبانة وجوزها وحش ولا أستحملي، شيلي صليب، استحملي وشيلي صليب. من أخطر الأمور اللي تقع فيها الكنيسة انها كل المظلوم يستحمل وما تروحش للظالم وتقول له بطل ظلم. لازم الحكمه في الرعايه ان نعمل الاثنين. بس انا بتكلم على حاجه مبدئيه، احنا عندنا استعداد قلب للاتضاع ولا ما عندناش؟ هو ده السؤال. انا شايف الاتضاع ده بقت قيمه مفقوده دلوقتي. بنت الاربع سنين عصبيه جدا وبتتنرفز على اقل حاجه، واحيانا بتضرب اخوها سنتين. بكلمها كتير تبقى كويسة في وقتها وبعدين ترجع تاني. أعمل إيه يا أستاذ؟ أنا عرفت إن تصوني مرات قدسك يا أبونا أعتقد إن هي في عين نفس الأطفال أو حاجة زي كده. مش كده؟ وهي موجودة معانا النهاردة مش كده محتاجة. فأنا أقصد إن لا يفتى ومالك في المدينة. يعني إيه لا يفتى ومالك في المدينة؟ ما دام عندنا هنا تصوني، ممكن تصوني على فكرة تعمل لنا ثقافة، تعمل لنا سيشنز كده. انا ما بتدخلش في الخدمه كده خالص يعني، لان انا بتكلم بحسن نيه. فيعني ما اعرفش ينفع ما ينفعش، لكن لو تصوني تقدر مع مجموعه من الخدمات اللي دارسين علم نفس ومشهوره شويه يبتدوا يعملوا توعيه للامهات اللي عندهم اطفال من سن سنه لسن خمس سنين. الطفل العصبي، الطفل العنيد، الطفل اللي بيسرق، الطفل ونعمل كيسز ونعمل دراسات ونعمل ابحاث في الانترنت ونجمع شويه امور وتبقى تصوني تدي نصايح للامهات. لان ما اعتقدش ما فيش ام مش محتاجه نصيحه في تربيه الاولاد. لان ده هيبقى افضل من ان انا اقول اي اجابه نظريه في حياه لم اختبرها. يعني انا ما اقدرش افتي فعلا في حاجه انا ما اعرفش اجاوب عليها. الى هنا اعلن الرب. واختم بحاجه صغيره، ان انا فعلا من كل قلبي انبسطت بوجودكم. هو كله مخلص. طب انا عاوز اختم دلوقتي اعمل ايه؟ يعني انا ابتديت نص الكلام وهتوحشوني مع السلامه وكده، يعني اعمل ايه دلوقتي؟ بس في حاجه كانت تبعت احنا بخط واحد، طب في واحد حاططني في الباب. طب صدقوني طلعوا لي عندما تصبح الكنيسة مكان للخلافات، وللأسف أولادنا يشاهدون ويسمعون هذه الخلافات، فأنا لا أستطيع أن أقول أن الكنيسة عليك الأولاد، لا، الكنيسة عليك الأولاد. وعاوزين إحنا نلاقي الخدام اللي يعملوا عازل ما بين المشاكل اللي بتحصل في الكنائس وما بين المفروض يتعلموا من الكنيسة. أنا عايز أقول لكم حاجة، في مرة من المرات حصلت مشكلة في الكنيسة، وأنا حبيت أدافع عن أحد الناس المظلومين، كنت أنا خايفه يعني. والمظلوم ده لما عرف إن أنا دافعت عنه، هو كان أب كامل الحقيقة. فأنا دافعت عنه قدام أب وأصحى، قلت له أقول ده مظلوم وما حصلش اللي وصل للنيابة كذا كذا. أنا افتكرت الخادم ده يعني الكائن ده شيلها لي جنينة يعني، ولا أعتقد. لقيت أبونا
الأول جابني وقال لي اسمع يا حبيبي، أنا عارف إنك أنت تقصد خير، لكن لا حلو ولا بركة إنك تتدخل في أي مشكلة في الكنيسة، أنت شغلتك فصلك ومدارس أحد الدرس اللي أنت بتحضره، فاهم؟ قلت له بس يا ابني، قال لي ما يقولش بس، وقال لي كلام لأنه هو قامته الروحية عالية قوي، قال لي فضلاً ربنا عاوز يسمح لي إن أنا أظلم، أنت ليه عاوز تقع في تدبير خلاصي؟ فضلاً ربنا عاوز أظلم، أنت هتمنع؟ أنت مالك يا أخي؟ تتعامل زي بطرس اللي طلع السكينة وذبح إيه؟ الودن بتاع العبد، فانت مالكش دعوه، انت تمشي بمبدا اسمه ايه وتحكم في قومي وانا مالي. فاحنا نعلم ولادنا كده، المسيح علم اليهود كده، قال له ان جلس الكتب على كرسي موسى فكل ما قال لهم قال كل ما قالوا لكم افعلوا. انا مطلوب الوعظه اللي قولها لي الاب الكاهن او الاخ الخادم في الكنيسه اعمل بيها وعيش بيها، ماليش دعوة بسياسة الكنيسة خالص، لأن دي ضربة يمنية من الشيطان، عشان يقول لك يعجبك اللي بيحصل ده، تقول لك طب، طب قول الحق يا أخي، قول الحق، قول اشتكي، اشتكي، واكتب مقال، وضعت رجيمي، حق. ده كل دي شوشرة عشان الشيطان يجرمني أنا عن خلاص نفسي، وأنسى قبح خطيتي اللي منعني من دخول السماء، وبيديني كلام فاضي. لما تبقى مسؤول معانا في الكنيسه تعالى اتكلم، لما تبقى مسؤول بقيت واخد كاهن تعالى اتكلم، لما تبقى انت بطرك احكي تعالى اتكلم. اوعوا تخلوا حاجه تفصلكم عن نقابكم قدام ذبيحه المسيح. مفيش حاجه مهمه على الاطلاق. ده تعليم ابونا ميخائيل ابراهيم الكبير اللي انا بموت فيه. في مره من المرات راح كاهن كان عندنا، كان ساعتها اسمه ماهر عزيز مفيش مركب شبرا. فبيقول لي اعترف اعترف مين؟ ابونا ميخائيل. يقول لك عندنا بنأمن طن الشبرا في الكنيسه بتاعتنا، بنأمن طن شبرا كل امين خدمه يمسك رئاسه الشمامسه في الاسبوع الاول ابتدائي، الاسبوع الثاني اعدادي، الاسبوع الثالث ثانوي، الاسبوع الرابع معلم الكنيسه، يعني ما عندهمش معلم يحتاج الرب. كل مجموعه معاها امين خدمه بيوم. عزيز كان معلم عن حق، حافظ الحان في ناس مش عارفاه، هو موهوب تالت الاول من هو صغير. فبيشتكي مين؟ لا هو بيشتكي لابونا ميخائيل، هو بيشتكي نفسه. بيقول له اليوم اللي بيجي عليا فيه اليوم دوت ببقى مشدود شويه، عاوز اللحن يطلع مظبوط، مش عاوز حد يسبق ولا حد يتقال، عاوز الموسيقى تبقى مظبوطه، عاوز الزمن بتاع اللحن يبقى مظبوط، عاوز كاننا يعني كل حاجه في الجيش، كلمه الجيش يعني. فلما شماس يبتدي قبليه او شماس ينشز او واحد من مجموعه خدام يقص الانسان بلفظ غلط او في القطمارس كلمه غلط فتشد قوي الجمله. فهنا ميخائيل كان هادي قوي قوي ولا انزعج خالص وعجوز كده وطيب قوي. قال له يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. بيقول له ايه يا ابونا؟ يا خيبتي ان انا مهتم؟ قال له يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. قال له لا الشيطان بيضحك عليك. أنا هديك التدريب، مش أنت رئيس الشمسة؟ قال له أه، وأنت بقى المهتم بكل ده؟ قال له قال له المرة الجاية تشوف عمود في الكنيسة أو تقف عند الهيلة دي بتاع حامل الأيقونات الخشبة دي وتحط راسك كده، ما تبصش وراك طول القداس ومالكش دعوة بأي حد. مش أنت المسؤول، الله هو المسؤول. ولما تقتني إزاي تعرف تصلي؟ ساعتها بشوف مين اللي هيقص الإصابة ومين اللي هيقص الإصابة، لكن أنت مسؤول يا ابني. لأنك اهتميت بنظام البيت أهم من صاحب البيت نفسه. المفاهيم البسيطة دي هي اللي لازم أغرسها في أولادي وأغرسها في قلبي. لكن ما هو الدور الاجتماعي للكنيسة؟ وماذا يحدث لو كان الأسقف لا يهتم بالدور الاجتماعي والكاهن لا يهتم بالدور الرياضي؟ إحنا نقلبها بقى مجلس الشعب ولا نخبطها على الدور كمان شوية. ما نقول لكم كرسي طرف الهواء قدام عينيا يتكسر إزاي؟ إحنا خلينا يا جماعة يا جماعة السكة هي السماء والجايزة في السماء، ملناش حاجة هنا غير إن إحنا نقول رأينا، ولما تقول رأيك من فضلك عشان ما تبقاش شعب سلبي تقول بمنتهى الاتضاع ومنتهى الهدوء، عمل المسؤول عمل بيه، ما عملش وأنت كان معاك حق حسابه مع ربنا مش معاك أنت، لكن إحنا أقمنا من نفسنا ديانا واستبحنا، عارفين إحنا إيه استبحنا؟ بقينا نتكلم كتير قوي. ممكن اخد راحتي معاكم بس انتوا على فكره من احلى الشعوب في المصدر، بس انا اقول لكم حاجه.
أنا دايماً أقولها في كل كنائس المقدرة مستحملون فيه. إحنا في مصر، أنا في مصر عندي دايماً أقولها الكلمة دي مالتي كوميونيتيز. عارفين يعني مالتي كوميونيتيز؟ يعني مجتمعات متعددة. فأنا عندي عيلتي، أنا أفترض إن أنا نمام، أنا أفترض إن أنا شخصية نمام. فأنا بلم على مين؟ على عيلتي. يعني أنا في المدرسة مش كنت قاعد عند يوسف بتاع عمتي ثلاث ايام ما كانش في كوبايه ميه ويوسف عمل يوسف صور ويوسف عمل كده ما كانش يعمل كده يا خبر ابيض يوسف ده مثلا بني بني. فممكن الم على مين؟ على عيلتي. وممكن الم على عيله مراتي. شفت اخوكي؟ بلم على عيلتي وعيله مراتي وبلم على جيراني وبلم على الناس اللي في الشغل وبلم على الناس اللي بيني المعارف. اوكي؟ يعني الكنيسه بالنسبه لي انا في مصر كمجتمع تمثل 1/10 من المجتمعات بتاعتي. وعشان كده عندنا ما حدش بيتكلم على الكنائس كتير. انتوا عندكم ذا اونلي سوسايتي، المجتمع الوحيد اللي بيلم اللقطات هو مين؟ فكل النميمه فين؟ بس خلاص. بص الفكر ده كل اللي بيتكلم في الكنيسه مرات ابونا دي واحنا ناسيين حاجه مهمه قوي، ان الكنيسه هي جسد المسيح، والذي يوظف كنيسه الله يوظف جسد المسيح. وانا استبحت لنفسي ان انا اخاطب نفسي قاضي، مش عاجبني ابونا طريق صلاه، ومش عاجبني ابونا تطوير في الالحان، ومش عاجبني الاخ دوت علشان بيجي متاخر وكذب الدوله ومش لابس الشماس، ومش عاجبني ابونا اللي بيقول للناس ما تتناولوش، ومش عاجبني ابونا اللي بيقول للناس تتناول. ايه اللي حصل فينا؟ ده احنا اخطا خطاه. ده لو الواحد يا جماعه بص على خطايا امانه امام الله، يشحف من ربنا بدل عمر ثلاثه عشان ما يقدم توبه، يا ما يلحقش يقدم توبه. وانا بقول لاخواتي انا مش هتكلم تاني خالص. ولا حاجه اخيره ولا سؤال مكتوب ولا سؤال شفوي. يعني العكس، يعني احنا بننمم بندير كده، ايه هو الكلام المفروض اللي احنا امبارح لما انا اتكلمت في التوبه قلت للتوبه ايه؟ قرار واصرار. من النهارده اقول انا مش هعمل حاجه. الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه احسن منك. انا مش بتكلم على حضرتك. ماشي يا مالك. عارف ليه؟ لان الكرسي ده ما بيغلطش. بس انا غلط. احنا لما بنقول لواحد فلان انت مالك عامل الكرسي اللي كان هشتيمه. ده طلع ان الكرسي ده مالك. احكي لكم مش هكتب قانون القول قالوا ليغفر أما يؤنس في كتابه اسمه بستان الروح. قال لك احنا لما نتضع الواحد يتضع يقول ايه؟ انا تراب. ونقول يا انا متضع قوي. الحقيقه ما تشتمش التراب وتقول انا تراب. ده أما يؤنس في باب الاتضاع الجزء الاول بستان الروح. يقول لان التراب اللي انت بتدوس عليه برجلك ما بيغلطش حق ربنا. لكن انت بتغلط حق. يبقى التراب اللي انت بتقول بتنتمي لينا افضل منك انت، لان ربنا خطيه وانا كلي خطايا. ماذا يحصل؟ فكرت بالاسلوب الروحي ده. هتقولي بس ده الاسلوب كانت قوي واسلوب يخليني انا ما قلتش كنت اعبر بهدوء، عبر مع المسؤول، ما تشرشرش مع الناس، صلي كتير قوي. ممكن يكون ذاتك هي اللي دافعاك وغيرتك اللي تغير مكانها ونرفزتك وعصبيتك هي اللي تقودك. خد قرار انك مالكش دعوه غير بالذبيحه. والذبيحة دي عارف حضرتك الكنيسة محتاجة إيه؟ لو أنا شفت خالد وأنت شفت خالد مش إن إحنا نتكلم، إن إحنا نصوم صوم متجرد ونلبس اللسوع زي ما كان بيقول في الكتاب المقدس وأعمل وطنيات وأعيط يا رب وأقول له بيتك يا رب أحلى حاجة في الدنيا إزاي تسمع يكون في خراب. لو أنت عيطت وأنا عيطت ربنا هينزل بإيده يشيل ويحط صح. أنت زعق وأنا زعق مفيش حاجه هتتحسن، بس الغلابه البسطاء هم اللي هيرفعوا من اسلوبي ومن اسلوبك. انا اسلوبي اتعلمت كده، وقطع اتعلمت على كده، وانا من باب الامانه ما اقدرش اسلم حاجه غير اللي انا سلمتها. فده اللي اتعلمناه في كنيستنا، مالكش دعوه. مالكش دعوه. كنت بنام على قطع اعترافي انا
لسه بنعيش بالضروره لسه ما اتسمناش. فدول الخيل عزيز وصلني انا وابونا بشويه احنا الاثنين دفعه واحده في الجهنم. فقال اسمع بقى يا ابونا فلان وابونا فلان عايز اقول لكم سياسه. احنا لينا مبدا. ايه هو المبدا ده؟ احنا علاقتنا بالكاتدرائيه نروح مرتين في السنه نبوس على ايدين قداسه الباب. لا نسمع اخبار ولا نسعى الاخبار ولا نقول اخبار. وده اللي نفعنا بعد مده طويله قوي عشان الروح دي كانت اكيده واستلمناها في كنيستنا. لما جه بابا شنوده تريح في بعض الناس كده بتحب دايما تبقى ماشيه طرقات الكاتدرائيه يحبوا يسمعوا ويحبوا يقولوا. في واحد منهم يعرفني يعني فيجي عليا احمد بن عرفت لان 13 عامله دي اقول لك شالوا مين النهارده؟ اقول له مش عاوز اعرف. قول اللي شال مهمه تقول له قلت لك اطلع بره ما تقوليش حاجه منتهى الحسن. لا انا عارف كانسان لو المعلومه دخلت جوايا هتاثر. طب هو سابوا ده بكره ليه؟ وابتدي انا اضحك واتعدي. طب اذا كنت انا ضعيف وقابل ان انا اقع في الفكر واللي انا مجنون يبقى من الاول اعمل ايه؟ في مثل في مصر يقول لك البلد يجي لك منه الريح. عارفين ومش عارفين البلد يجي لك منه الريح سده ايه؟ يعني انا عارف الباب ده وجاي هو وافضل فاتحه فانا اللي هموت من الاخر. وعلشان كده النميمه الكنسيه والاداره الكنسيه الحل الواحد فيها باخد قرار من النهارده امام الله وامام مذبحه وامام جسد وقلبه اللي لسه بيجي بتعبوه امكاني انا ماليش دعوه بحد. حس بالسلام مع كثره المعرفه يكثر امامها الغني. رجعوا وسطى زي الاولاد الصغيرين. وعشان كده لما التلاميذ شخطوا في الغياب المسيح جاب ايه؟ ولا صغير قال واما التصوير ولا تدعوا خمسه الاولاد مش هتخش السماء. انا كبرت بقى دلوقتي حالا ابونا سياسي، ابونا ده روحاني، ابونا ده علماني، ابونا ده بزنس مان، ابونا ده ايه ده؟ عايز اخوفكم من كلمه واحده بس. الكلمه اللي تخوفوا بيها وامشي. خلاص هي تنسى. اخدت وقت خلاص خلاص. اقول لكم الكلمه. تفتكروا ابونا نوح. ابونا نوح بعد ما طلع من مركب نوح اللي كان عنده مركب عارفينه مش عارفينه؟ الاخوه المسيحيين برضه معانا يعني. نوح لما طلع في المركب حصل معاه موقف سكر. ولما سكر اتعدى غلط ولا ما صلاش لما اتعدى؟ حفيده شاف مش كده؟ ثلاث ولاد شافوه واحد من الولاد شافه بس الاب اتكلم على ابوه انه ايه؟ اتلطش واتعرض يعني جلبيه اتشلحت او حاجه زي كده فاتعرض فنظر الى عورته فطلع واتكلم قال مش ابويا فكر من اجل انه ما سطرش على ابوه الغلطه صار الكنعانيون مدى عمر الكتاب المقدس ملعونين من الله. طب بس هو سكر وهو غلط غلط. البابا كيرلس السادس كان قاعد في الكنيسه والبابا كيرلس السادس انا عصرت شويه اواخر اواخر كان عليه تبريئه ما تقدرش تبص فيها دي. لو حد فيكم يفتكر بابا كيرلس، بابا كيرلس كان حاسس قوي ويبرر تبريئه تلوم قدامه. في يوم من الايام قالوا له انتوا عارفين الكاتدرائيه القديمه كانت في شارع اسمه كلود بيه وكان في شويه خمارات لبنانيين اللي هم بيخلطوا سبيرتو بكوكاكولا يعني اسمه انواع خمره يحط سبيرتو مع كوكاكولا ويرجها وكل الناس اللي كانوا شغالين كانت الحته دي مشهور قوي فيها الناس اللي بتعمل اسطر وبتعمل بلاويز فكان كله بيسكر هناك. ففي واحد دخل سكران فدخل الراجل سكران يعني دخل في العشيه والراجل سكران وعنده سكران جه يمسك ستر يتسند عليه فالستر هوى فلما وقع ايه اللي حصل؟ ما قامش يعني هو كان مدروخ خالص فما صدق حاجه نام فراحوا لمين؟ للبابا كيرلس. ممكن في ناس مننا هنا لو احنا بنقرا ده حي هو رب يقتل هذا الرب حي هو رب ودي ايه قال لك ابو النبي حي هو رب انا مش جايب كلام من عندي كتاب من القدر حي هو رب يقتل هذا الرب ده البيت مقدرة سكرانه بيطوحش ده انت عجل رقبته فيبقى عبرة
عارفين بقى الفلوس عمل ايه؟ عمل ايه؟ قلع الشال بتاعه واداه للشماس وقال له غطيه وما تقومهوش من مكانه طول الليل وكان ستر الهيكل بس قول له لبابا بيقول لك تطلع من الشال الصبح. تاخر الحب الاعجابي. فالراجل دخل في وش للبابا كروس بس ما فيش ان البابا ايه؟ غطاه وما فضحوش. انا لما اشوف حد من اباء الكهنه دول لو شفت الحكومه القضيه الشخصيه شفت القضيه الشخصيه ما لهمش سيره مش هم ازاي كان انا ماليش دعوه اصبر عليك زي ابو مقار ما فطر على الراجل اللي كان عنده واحده ثانيه ولا دي قصص بقى نحطها في المتحف احنا نصبر على بعض ما ننطقش بعض اللي دماغه ده غلط وبعدين احكي لكم الحكايه بعد ما الراجل كان يوم الشاي وراجل طبعا الراجل بقى هو عنده بابا كرولوس هو من اهل المنطقه بابا كرولوس بابا كرولوس بابا كرولوس ما قالش ولا كلمه بدا الراجل بقى يتعبش خالص بقى الشاب انت عارف انا انت عارف عملت ايه؟ قال مش مهم انك دخلت الكنيسه كده بس المهم تقعد ربنا ما تشرحش تاني انت فاهم؟ قال له هتفضل لك وحل وجاب له نقطه بسيطه ومسح بيها ايه اللي هو ده؟ فمره من المرات كان في واحد في القديس في البستان والرهبان اسمه الانبا بوموين او بيموين بس بوموين في اللغه القديسه القديمه وكان في واحد متواني يعني نص نص كده فعاوزين يعملوا فيه زر فبص العديل والرهبان والانبا بيموين قاعد في العشيه بعد العشيه كان يقعد كده يقول لهم كلمه منفعه قالوا له نعمل ايه يا ابونا لو دخلنا الكنيسة ولقينا راهب مش يعني عيل كبير مع الناصية راهب نايم في القداس تعمل فيه ايه؟ قال لهم اتاخد واعمل من فخدي مخدة الراس عشان يكمل النوم. شوفوا انتوا بقى انا مش هتكلم تاني بس ده اللي علمه لنا الاباء هو ده اللي حافظ على ان انا شايف كل فضائل اولادي كل فضائل اخواتي ولما بشوف خطايا بشوف خطايا نفسي بس لو احنا مشينا بهذا السلوك عليه كنزلنا في احلى كنيسه ربنا يديني يديكم بالله كل مجد وكرامه الان والان